إسرائيل تشن غارات مكثفة على جنوب لبنان وتجدد قصف ضاحية بيروت الجنوبية بعد أوامر إخلاء تزامنت مع كلمة لنعيم قاسم. ترحيب عربي ودولي بفوز ترامب وتطلعات لتحقيق وعوده بالعمل على إنهاء التوترات. اعتقال إسرائيل لأطباء مستشفى كمال عدوان يقتل الجرحى، وتقرير يكشف عن إلقاء 85 ألف طن من القنابل على القطاع. السلام عليكم. نبدأ إذن هذه الساعة من آخر وأبرز التطورات في لبنان، إذ شن الجيش الإسرائيلي قبل قليل سلسلة غارات استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية بعد أوامر إخلاء وجهها الجيش لعدد من الأحياء، وذلك تزامن مع كلمة متلفزة لنعيم قاسم أمين عام حزب الله اللبناني. وشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الجنوب، كما أشارت تقارير رسمية أشارت لمقتل 30 شخص جراء 20 غارة إسرائيلية على بعربك شرق لبنان. وفي المقابل أطلق حزب الله صواريخ على عدد من المستوطنات شمال إسرائيل. إذن للمزيد من التفاصيل ومعلومات حول ما يجري الآن من بيروت تنضم إلينا مفدة الحدث ريمي الدرباس. ريمي أهلا بك. غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، أبدأ معك من هذه النقطة، حالة تحريك على ما أعتقد. الغارة التي حصلت قبل قليل كانت على حارة تحريك، نتحدث عن 3 غارات على حارة تحريك حتى ساعة منذ التحذيرات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي. في هذه اللحظة أيضا سمعنا غارة، لم نتأكد فعليا أين كانت هذه الغارة، أعتقد أنه في برج البراجنة ولكن سأحاول التأكد. وبالتالي نتحدث عن 4 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بين حارة تحريك وبرج البراجنة، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في فوق سماء الضاحية الجنوبية. وكما أصبحنا نعلم أنه قبل تقريبا ساعة من الآن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وجه سلسلة تحذيرات لعدد من المباني في الضاحية الجنوبية. تقريبا هو عدد، يعني في حال نظرنا أو طلعنا على الخرائط، هي في حارة تحريك مباني قريبة من بعضها، نتحدث عن حوالي 5 مباني، أيضا في برج البراجنة وفي حارة تحريك أيضا مباني، يعني ليس التحذير ليس لمبنى واحد في المنطقة، نتحدث عن مجمع مباني إن كان في الليلكي وإن كان في حارة تحريك وإن كان في برج البراجنة. هذا التحذير يأتي بالتزامن، أو هذه التحذيرات أتت بالتزامن مع كلمة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، والذي كان يحاول أن يؤكد فيها أن الكلمة فقط هي للميدان. في هذه الأثناء إذن هناك 4 غارات على ضحية الجنوبية حتى هذه اللحظة. بطبيعة الحال نتابع معكم التطورات الميدانية لحظة بلحظة. نعم ريمي، في يمين الشاشة نحن نتابع هذه الصور المباشرة، كنا نتابعها الآن، صور مباشرة من الضاحية الجنوبية، 4 غارات على الضاحية الجنوبية، كانت قبل قليل الغارة الأخيرة على حارة تحريك. يتزامن هذا الأمر مثل ما تقولين ريمي مع تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وقبل ذلك أوامر إخلاء لمباني في الضاحية. على ما يبدو في مجملها هي كانت في حارة تحريك مباني في هذه المنطقة. ريمي، إذن هذه آخر التطورات الميدانية التي ترصد الآن، هذه الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. يبدو أن الغارات مبكرة هذه المرة، عادة أوامر الإخلاء تكون ليلا ثم الضربات تكون بشدة وبعنف في الليل. الآن كيف يتابع اللبنانيون ما يجري، وما الذي يرصد أيضا في الشارع اللبناني؟ في الحقيقة سارة، سأشير قبل أن يعني أتحدث عن موضوع الشارع اللبناني، لا سيما بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو المرشح الرئاسي دونالد ترامب، سأشير إلى أنه قبل أو بالتزامن مع التحذيرات التي وجهها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كان هناك زحمة سير على الطرقات، وذلك بسبب يعني مغادرة الكثير من الذين عادوا إلى الضاحية الجنوبية
تعلمين أنه المرة الأخيرة التي حصلت فيها غارات على الضاحية الجنوبية كانت يوم الخميس الفائت، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يكن هناك غارات، وبالتالي كنا نشهد خلال هذه الفترة توجه لأهالي لتفقد ممتلكاتهم ومنازلهم منذ ذلك اليوم وحتى اليوم قبيل الإنذارات التي وجهها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فور وصول أو يعني الانتشار الخبر أنه سيكون هناك غارات كان هناك زحمة سير لمن يغادرون الضاحية. نعم ريمي، نعرف المدة الغارات، المدة الفاصلة بين الإنذارات أو أوامر الإخلاء وبين تسديد هذه الضربات؟ يعني كنا تقريبا يمكن الحديث عن تقريبا ساعة بين إنذارات الإخلاء وبين بدء أول غارة على الضاحية الجنوبية، نتحدث تقريبا عن ساعة، وبالتالي من كان ما يزال داخل منزله أو يتفقد ممتلكاته، وهناك الكثير ممن عادوا وكانوا يعودون في الفترة الأخيرة لتفقد ممتلكاتهم، وهناك أيضا يعني بسبب هذا العدد الكبير من النازحين الذين كانوا يعودون لتفقد ممتلكاتهم كان هناك دعوات دائما نسمعها بعدم العودة، لأنه بأي لحظة ممكن أن تعاود هذه الغارات، وتماما هذا ما حصل اليوم. هذه الغارات أو هذا التصعيد إذا جاز التعبير الذي كنا نشاهده إن كان في الجنوب أو في البقاع كان متوقعا، لا سيما وأنه يعني كان أكثر من مصدر سياسي كان أشار لنا أنه نحن مقبلون على مرحلة جديدة من التصعيد إن كان في الضاحية والجنوب وفي بعلبك، ولكن هذه الغارات التي بدأت اليوم، هنا السؤال، هل ستستمر في الأيام المقبلة؟ هل سنكون أمام مزيد من التصعيد لتشمل مباني أخرى، وصولا إلى كما كان يقول الجانب الإسرائيلي وكما يتوقع المطلعون والمتابعون للميدان، إن كان سنكون أمام تدمير كامل للضاحية الجنوبية؟ هنا هذا السؤال، لا سيما وأنه كما تعلمين الفترة التي من المفترض أن يستلم فيها الرئيس الجديد هي لكانون الثاني من العام المقبل، وبالتالي هذه فترة من الممكن أن تكون فترة من التدمير للضاحية الجنوبية للجنوب والبقاع. في هذه في 20 يناير جدار الصوت أم ضربة؟ غار، لا ضربة نعم سارة ضربة في هذه الأثناء، يمكنك أن تشاهدي. نعم نحن نتابعها على ما يبدو. نعم نعم، ونشاهد أيضا النيران الدخان الأسود. سأشير إلى أن هذه المباني كلها في حارة حريك هي مباني قريبة من بعضها، وقد وردت بحسب الخريطة التي وزعها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لذلك كنت أتحدث عن مجمع من المباني أو عدد من المباني الملاصقة لبعضها. لازلنا نتحدث إذن عن غارات على حارة حريك. سأشير إلى أن إحدى هذه الغارات كانت في أول شارع بئر العبد كما قال لي شاهد عيان قبل قليل، يعني عبر تطبيق الواتساب، أن المكان المستهدف في حارة حريك ليست هذه الضربة، الضربة التي سبقتها هي في أول شارع بئر العبد. وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن الضاحية الجنوبية، عن مناطق متلاصقة سواء كان حارة حريك أو بئر العبد أو وصولا إلى برج البراجنة والليلكي، وكل هذه المناطق التي تعرضت في الفترة الأخيرة منذ بداية التصعيد إلى غارات عنيفة ومتواصلة. نعم ريمي، سأعود إليك لاحقا في مسألة الشارع اللبناني وما الذي ينتظره، ولكن قبل ذلك أذكر بأننا في متابعة لهذا المشهد الأبرز من بيروت من الضاحية الجنوبية، تحديدا هذه الضربات الإسرائيلية على الضاحية على حارة حريك تحديدا. على ما يبدو ريمي لا نتحدث عن أربعة ولكن بتنا نتحدث عن خمس غارات الآن على حارة حريك أو على الضاحية الجنوبية. ضربة جديدة ريمي، ما الذي نعرفه أو نشاهده الآن؟ نعم هذه الضربة الآن التي سمعتها معي على الهواء، نشاهد الدخان الذي يرتفع في سماء المنطقة جراء هذه الضربة. ليست حارة تحريك على ما أظن، هي بعيدة قليلا. برج البراجنة، برج البراجنة صحيح، هي بعيدة عن حارة حريك، هي إذن في برج البراجنة كما تشاهدين معي. نذكر إذن أن المناطق المهددة أو التي تم تحذيرها هي حارة حريك، برج البراجنة و
الليلكي، وفي هذه الأثناء هذه الغارة على برج البراجنة. هذه الغارات هذه المرة عنيفة، صحيح أن شهدنا غارات عنيفة في المرات السابقة، ولكن هذه المرة يمكن القول سلسلة هذه السلسلة من الغارات التي تستهدف الضاحية الجنوبية منذ تقريبا حوالي النصف ساعة هي غارات عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية. نشير إلى أن الغارة الأخيرة كانت على برج البراجنة. إذن هي غارات عنيفة، ما زلنا في متابعة في الزمنية كبير ريمي، وهذا المشهد الواضح جدا، الدخان بعد في سماء بيروت، في سماء الضاحية الجنوبية بعد هذه الغارات العنيفة الإسرائيلية في حارة تحريك مثل ما ذكرتي في برج البراجنة وفي منطقة الليلكي. كل هذه الضربات جاءت بعد أوامر إخلاء مثل ما رصدنا وتحدثنا. ريمي، ما الذي نعرف حول المناطق أو المباني التي هددت بالضرب والتي أمر ساكنوها بالإخلاء؟ في الحقيقة يعني عندما يعني يشير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لهذه المباني، يعني هي تكون مباني يمكن مشاهدتها على الخرائط، ولكن لا يمكن معرفة ماذا تحتوي هذه المباني، ما الذي يقصده. تعلمين أنه في المرات السابقة منذ بدء التصعيد كان يقول أنه يستهدف منشآت ومصالح لحزب الله، وبالتالي هو بحسب ما كان يعني الرواية الإسرائيلية بأنه أي مبنى يتم استهدافه هو من أجل الاستئصال كل منشأة أو مستودع أسلحة كما يقول لحزب الله. ولكن من الخرائط أو من النقطة التي نحن نتواجد فيها لا يمكننا أن نعلم ما هي طبيعة هذه المباني، ولكن حتى الساعة المباني المستهدفة نشاهد دخان أسود يتصاعد منها، لا نشاهد النيران التي تشتعل. وتعلمين أنت عندما نشاهد نيران يعني يمكن عندها أن نتحدث عن ربما مستودعات للذخائر، ربما إذا كان هناك نيران، ولكن حتى هذه اللحظة هذه المباني المستهدفة يعني نشاهد دخان الأسود. ولكن كنت أقصد إن كانت هذه مباني في مناطق سكنية مكتظة، في مناطق معروف بها مستشفيات، بها منازل، بها مدارس. بطبيعة الحال بطبيعة الحال هذه مناطق مكتظة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مباني متلاصقة، يعني حتى أن الضاحية الجنوبية لبيروت هي بحد ذاتها هي عبارة عن أحياء ومناطق مكتظة سكنيا جدا متلاصقة ببعضها، سواء كانت الأحياء وحتى سواء كانت المباني. وبالتالي يعني هذا معلوم أنه أي استهداف لأي مبنى سيؤدي إلى دمار كامل، ليس فقط للمبنى المستهدف ولكن للمبنى المحيط به. الأكيد أنه في كل الضاحية الجنوبية وبالقرب من هذه المباني هناك الكثير من المدارس والمستشفيات، ولكن حتى أنه تعلمين يعني عندما كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتحدث دائما عن مستشفى الساحل والحديث عن أنه هناك أنفاق في هذه المستشفى، يعني الجانب الإسرائيلي لا يتردد في أن يعلن أنه يريد أن يستهدف هذا المستشفى أو هذه المدرسة أو لأسباب يعتبر أنها بطبيعة الحال أن هذه المباني تخص حزب الله، وبالتالي لابد من قصفها بهدف تدمير الضاحية الجنوبية بشكل كامل كما يعني شاهدنا منذ بداية التصعيد في أيلول وحتى اليوم. نعم، أذكر بأننا ونحن نتابع هذه الصور من الضاحية الجنوبية وهذه الضربات الإسرائيلية العنيفة على حارة تحريك وعلى برج البراجنة الليلكي، أيضا من المناطق في الضاحية الجنوبية المهددة بالضرب والتي طلب من سكانها أو أمر سكانها بضرورة الخروج من قبل الجيش الإسرائيلي. إذن هذه الصور مباشرة ما زلنا في متابعة لها. أيضا منطقة أخرى هي بعلبك التي أيضا تعرضت لضربات، وكنا تحدثنا منذ قليل ونقلنا الأرقام الرسمية التي تتحدث عن إلى غاية الآن أعتقد 20 قتيلا في الأرقام الرسمية التي نقلت من قبل الصحة اللبنانية. إذن 20 قتيلا في 30 ضربة
أو 30 قتيل في بالحقيقة بحسب الأرقام الرسمية، 30 قتيلا جراء 20 غارة إسرائيلية على بعلبك شرق لبنان، هذا بحسب الأرقام الرسمية. ريمي، كنت تتحدثين عن حركة النزوح بعد كل إنذارات وبعد كل أوامر للإخلاء، أتذكر معك كيف تجري هذه العملية أساساً في بيروت وفي المناطق القريبة من الضاحية الجنوبية التي يلجأ إليها النازحون، كيف هي الأمور الآن؟ في الحقيقة النزوح الذي أتحدث عنه كنت في هذه الأثناء أو قبل قليل سارة، يمكن القول أنه مختلف عن حركة النزوح السابقة، لأنني كنت أشير إلى أنه توقف الغارات على الضاحية الجنوبية الذي حصل منذ أسبوع تقريبا، توقف الغارات هو الذي سمح لسكان الضاحية بالعودة لتفقد ممتلكاتهم ومنازلهم كما أشرت. بما أنه كانت المدة طويلة، يعني يوم الخميس الفائت كانت آخر غارات، نتحدث عن مدة طويلة، لذلك هذا الأمر سمح للسكان بالعودة إلى المنازل، وبالتالي زحمة السير وحركة النزوح الكثيفة العكسية من الضاحية باتجاه بقية المناطق يعني كان مرة وقت طويل لم نشهدها، لأنه كانت الغارات متواصلة بشكل دائم. أما السؤال الآخر الذي سألتني عنه عن النزوح بشكل عام، كما تعلمين مع بداية فصل الشتاء وموسم الأمطار، يعني انتقلنا من مرحلة نزوح أو يعني من مرحلة إلى مرحلة أخرى، لأن الحاجات والأساسيات التي يتطلبها النازحون في فصل الصيف تختلف كثيرا عن فصل الشتاء، أتحدث عن التدفئة، عن البطانيات وما إلى هناك، وهذا الأمر بطبيعة الحال يشكل تحدي للحكومة اللبنانية ولكل المعنيين. نعم ريمي، أعلم بأنك ما زلت مريضة وأنت تعملين بالفعل في الميدان وتتابعين هذا المشهد في الضاحية الجنوبية وفي بيروت، ولكن إن أمكن سؤال أخير فيما يتعلق بما المنتظر اللبناني، كنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا بأنك استمعت إلى مصادر أو مسؤولين لبنانيين يتحدثون عن ربما أوقات صعبة ستكون في الفترة المقبلة إلى غاية تولي الإدارة الجديدة الأمريكية لمهامها في 20 يناير. تفاصيل إضافية واختصار من فضلك ريمي. نعم، في الحقيقة سارة هذا الأمر كانت أشارت له بالفعل مصادر سياسية للحدث في الفترة السابقة قبيل حصول الانتخابات وقبل أو بعد فورا انتهاء زيارة هوكستين إلى تل أبيب، والتي لم توصل إلى أي نتيجة. هنا كان يتحدث المتابعون المطلعون على الميدان والتطورات الميدانية وأيضا المصادر السياسية، الجانبان كانا يؤكدان أننا أمام مرحلة صعبة ستمتد ربما لأسابيع، نتحدث من أسبوعين إلى 6 أسابيع، ستكون هذه المرحلة مرحلة من التصعيد. أنقل عن هؤلاء يتوقعون أن نكون أمام تصعيد من الجانب الإسرائيلي فيما خص الدمار، فيما خص الغارات على الجنوب والبيروت وأيضا بعلبك، وهم يعني يقولون هذا الأمر لأنهم يعتبرون أن هذه الفترة إلى استلام الرئيس الجديد هي يمكن أن يستغلها الجانب الإسرائيلي لإحداث مزيد من الدمار. ولكن بطبيعة الحال بعد كلمة نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله الذي تحدث فيها عن دور للميدان، لا شك أنه أيضا كما يبدو أيضا أنه هناك ربما تحضيرات يجريها أو يحضر لها حزب الله تحديدا في الميدان، وهو أيضا يعول على الفترة المقبلة وينتظر هذه الفترة، ما إذا حصل تصعيد سيكون له ردود معينة أيضا في الميدان. على الأقل تصريحا هو يقول أنه لا يعتمد على الحركة السياسي ولا على نتيجة الانتخابات، هذا على الأقل ما يقال علنا. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، نتمنى لك السلامة ولفريقنا وللجميع. من بيروت كنت معنا مفادة الحدث ريمي درباس. ودائما ميدانا، أعلن حزب الله أنه استهدف بصواريخ قاعدة تدريب عسكرية قرب مطار بن غوريون الواقع جنوب مدينة تل أبيب في أول هجوم يتبناها الحزب في محيط المرفق الجوي منذ بدء التصعيد بين الطرفين قبل أكثر من عام. وقال الحزب أن مقاتليه استهدفوا برشقة من الصواريخ النوعية قاعدة قال أنها تضم كليات تدريب عسكرية قرب مطار بن غوريون. נפילה במתחם נתב"ג.
قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم في كلمة مسجلة إن الحزب لا يعول على الحراك السياسي وعلى نتائج الانتخابات الأمريكية لوقف الحرب في لبنان. أضاف في كلمة أن الميدان وحده من يوقف الحرب وأن الحزب لديه آلاف المقاتلين على الحدود، كما أن أكد أن حزب الله لديه إمكانيات عسكرية لفترة طويلة وأنه لن يستجدي لوقف الحرب. قناعتنا أن أمراً واحداً فقط هو الذي يوقف هذه الحرب العدوانية، وهو الميدان بقسميه، الحدود ومواجهة المقاومين للجيش الإسرائيلي على الحدود، والثاني هو الجبهة الداخلية وأن تصل إليها الصواريخ والطائرات حتى تدفع ثمنا حقيقيا وتعلم أن هذه الحرب ليست حربا قابلة لأن ينجح فيها الإسرائيلي. يوجد لدينا عشرات الآلاف من المجاهدين المقاومين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات. الإمكانات متوفرة سواء في المخازن أو أماكن التموضع، وكذلك بطرق متعددة. ما تخافوا على الإمكانات، الحمد لله موجودة وقابلة لأن تمدنا لفترة طويلة إن شاء الله تعالى. نحن لن نبني توقع وقف العدوان على حراك سياسي، ولن نستجدي لإيقاف العدوان. سنجعل العدو هو الذي يسعى إلى المطالبة بوقف العدوان. حتى نحن الآن لا نبني لا على الانتخابات الأمريكية، سواء نجحت هاريس أو نجح ترامب ما إلى قيمة بالنسبة لنا، ولا نعول على الحراك السياسي العام، ولا نعول على أنه اكتفى نتنياهو ببعض المكتسبات. لا، حنعول على الميدان، حنخليه يدرك تماما أنه في الميدان خاسر وليس رابحا، وهذه الخسارة ستمنعه من تحقيق أهدافه. بعد إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أكد المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه سيعمل على إيقاف الحروب. هذا وكان ترامب حسم الانتخابات لصالحه ليعود إلى البيت الأبيض بعد 4 سنوات من مغادرته، وذلك بعدما حصد أكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي على المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس. وفي خطاب النصر أمام أنصاره بولاية فلوريدا، قال ترامب أنه حقق فوزا سياسيا لم تشهد الولايات المتحدة، مضيفا أنه حقق نصرا سيسمح بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وأعلن فوزه في التصويت الشعبي وفي الولايات المتأرجحة، وأكد على أن حزبه قد استعاد السيطرة على مجلس الشيوخ، متوقعا أن يحافظ أيضا على سيطرته على مجلس النواب. وفي خطابه وعد ترامب بجعل الجيش الأمريكي قويا وبوقف الحروب. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to سنصل إلى مستوى مهم لأننا سنساعد بلدنا على أن تشفى، لأن لدينا بلد عظيم. سنعمل على ضبط الحدود وسنعمل على كل شيء يهم بلدنا. لقد صنعنا التاريخ وصنعنا الفوز وأكثر من ذلك. البعض لم يكن يتوقع، لكن أصبح واضحا أننا حققنا نجاحا سياسي لا يصدق. هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمين محمد بن سلمان هنأ دونالد ترامب بانتخاب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لولاية ثانية. كذلك هنأ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس دونالد ترامب بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لولاية جديدة، آملا أن يدعم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أعرب عن تطلعه إلى العمل مع ترامب من أجل السلام والأمن في المنطقة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في حماس قوله إن فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية يضعه أمام اختبار لتحقيق وعده بوقف الحرب خلال ساعات، مضيفا أنه على ترامب التعلم من أخطاء بايدن. وأضاف القيادي في حماس أن خسارة الحزب الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية هي الثمن الطبيعي لموقف قيادته تجاه غزة. انتخابات هذه ما بتأثر في فلسطين، بل بالعكس بتزيد على معاناة الشعب الفلسطيني. بتأمل من الله أنه يكون هو رجل سلام يحلنا وبكفي دماء. ولا واحد بيجي يعمل صلحنا، لا ترامب ولا اللي غيره ولا اللي حيجي بعده. أنا شايف فيش فرق بين ترامب أو بايدن أو هاريس أو أي واحد شخص أمريكي، لأنه قبل هيك ترامب أعطى القدس لإسرائيل. ونناقش أيضا كل هذه التطورات مع ضيفنا من واشنطن دكتور ديفيد رمضان نائب السابق عن ولاية فيرجينيا أستاذ العلوم السياسية، وكذلك معنا من تل أبيب علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي. أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. إذا نتابع هذه التطورات الآن في لبنان وفي قطاع غزة، ووجهة النظر الأمريكية هذه الإدارة الجديدة كيف ستنظر للمنطقة ولإنهاء الحروب. أبدأ معك الدكتور ديفيد في لبنان، باعتبار أننا كنا نتابع في بداية هذه الحلقة وفي بداية هذه الساعة في الحقيقة كنا نتابع التطورات، غارات عنيفة تشن الآن، غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية وعلى بعلبك. دكتور ديفيد، ترامب اهتم بملف لبنان وقال أنه سيعرف كيف ينهي أو أنه سينهي الأمر أو هذه الحروب. ما الخطة الأمريكية بحسب اعتقادك التي سيأتي بها ترامب الآن؟ هل سيبدأ بتنفيذها الآن مع الإسرائيليين بحديث هاتفي حتى قبل تسلمه لمهامه في 20 يناير، أم كل شيء مؤجل؟ شكراً للاستضافي ست سارة. أولاً عم يوجعني قلبي أنا عم بتفرج على شاشتكم الكريمة، لأنه أنا ربيت بهذه الضاحية الجنوبية، لذلك لما نشوفها ما زالت تحت القصف ما بعد أشهر اليوم، والكثير من الناس اللي منعرفها برات بيوتها وخسرت بيوتها، شيء مؤسف جدا. يعني لا أحد يعلم، حتى ترامب لا يعلم كيف سيقوم بتنفيذ ما وعد به، ولن يكون بالهين أبدا أن ينفذ ما وعد به. الموضوع متشعب جدا وليست ولن يكون معه عصا سحرية لأن يوقف الأمر في الشرق الأوسط ويوقف هذه الحرب إن كانت في غزة أو في لبنان. ولكن من المؤكد أنه لن يستطيع أن يفعل أي شيء الآن إلى حين أن يستلم الرئاسة أو ما بعد الرئاسة. القانون واضح جدا في أمريكا، لا يستطيع للرئيس المنتخب أن يتدخل بأي أمور داخلية أو خارجية رسمية إلى حين أن يستلم رئاسة الجمهورية، وذلك ليس إلى آخر يناير أو أول يناير عفوا، وحيخدوا وقت شهر شهرين ثلاثة حتى يقدر يركب وزارته ويقدر يبتدي بالعمل الجاد. عنده طبعا علاقات بما أنه كان رئيس سابق باستطاعته أن يتكلم مع نتنياهو. على الأرجح سيتكلم مع نتنياهو وسيحاول أن يتفق مع نتنياهو من الآن إلى حين أن يستلم على خطة معينة، لأنه اليوم ما عنده خطة، عنده هدف بس ما عنده خطة. ولكن ما أخشاه أنه ما سنراه خلال الثلاث أشهر القادمين هو الأكثر والأكثر والأكثر من ما هو اليوم على شاشتكم. هذا يتفق مع التقديرات اللبنانية دكتور ديفيد، ربما استمعت إلى زميلتنا ريمي درباس بمصادرها كانت تتحدث على لسان هذه المصادر بأن ثمة تقديرات لبنانية بأن ما سيجري الآن ما سيكون ربما أعنف مما حدث سابقا. يرجع اعتقاد في المنطقة، ولا أعلم إلى أي درجة تتفق مع هذا الدكتور ديفيد، بأنه إلى غاية 20 يناير ربما يمكن أن يوحي ترامب لنتنياهو أو أن يتحدث صراحة
بأن يصعد إلى غاية أن يحقق شيء ما عسكري، لأنه بعد 20 يناير عليه أن يتوقف. يبدو منطقيا؟ لا، ما عليه أن يتوقف بعد 20 يناير، سيبدأ بتنفيذ مخططه أو ما يتفق عليه مع ترامب، ولن يكون دغري بعد 20 يناير. هل معناته حيتوقف بعد 20 يناير؟ ليس بالضرورة. ترامب وعد بإنهاء الحرب وليس توقيف الحرب، ومتى سينهي الحرب هذا ليس معلوم. هل إنهاء الحرب يعني ضرب إيران؟ وكان ترامب من المحبذين لضرب إيران وضرب أسلحة نووي لإيران. هل إنهاء الحرب يعني بعد 6 أشهر من اليوم؟ هل إنهاء الحرب يعني بتثبيت ما حصل في غزة وإعطاء إما غزة كاملة أو جزء من غزة إلى إسرائيل؟ لذلك وقف الحرب لا أراه قادما، ليس الآن ولا حتى بعشرين يناير. لافت هذه القراءة دكتور ديفيد، قبل أن أنتقل السيد علي، لافت هذه القراءة بأن ربما حينما كان يتحدث عن إنهاء الحروب لا يعني وقف الحرب، ولكن ربما يعني ضربة قوية تنهي بطريقة ما هذه الحروب. في الحقيقة هي قراءة لافتة وغير متداولة كثيرا، كان يعتقد حتى من حركة حماس كانت تعتقد بأنه يعدها بوقف الحرب. هنا أنتقل للسيد علي واكد أيضا. نتنياهو كان من أول المهنئين لترامب بعد فوزه بالرئاسة الأمريكية، وكذلك نتنياهو استبق فوز ترامب كما شاهدنا أمس بإقالة يوآف جالانت وتعيين إسرائيل كاتس. هذه نقطة مهمة، لأن يوآف جالانت معروف بأنه من المقربين والقادرين على الحديث بمرونة وليونة مع الأمريكيين. ما الذي يعتقده نتنياهو الآن بأنه سيقدم له من قبل ترامب لدعمه في هذه الحروب؟ وكذلك هل سينهي الحروب في هذه الشهرين قبل 20 يناير أم أنه لن يفعل شيء لإدارة بايدن وهي الراحلة الآن؟ يعني إذا أردت أن أبدأ في الجزء الثاني من السؤال، إنهاء الحرب أو وقف الحرب، هذه عبارة خطيرة جدا بالنسبة لبنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو وضع كل بيضاته في سلة استمرار الحرب في طريق الوصول إلى الهدف الشبه مستحيل، ألا وهو النصر المطلق في غزة وإعادة سكان الشمال في لبنان. أنا أتفق مع الدكتور أن الأمور تبدو بعيدة، لا يبدو وقف قريب للحرب، لا الآن ولا في 20 يناير ولا حتى في الفترة الأولى بعد دخول الرئيس ترامب، إلا إذا حصلت أمور كبيرة في الميدان سرعت بهذا الاتجاه. ما نقل سيد علي، لنبدأ من جنوب لبنان ثم ننتقل إلى غزة لاحقا. جنوب لبنان هناك هوكشتاين المبعوث الأمريكي الذي يعمل، يمكن لإدارة نتنياهو أن تتعامل مع أي طرح جديد يقدمه هوكشتاين أم ستنتظر؟ يعني أعتقد أن العثرة حتى الآن هو موقف حزب الله الذي في العلن يقول أنه يبدي ليونة، لكن في غرف المفاوضات يرفض العودة إلى ما بعد خطوط الليطاني، ويرفض أيضا فك الربط مع جبهة غزة، وهي تجعل هذه المفاوضات تدور عمليا في حلقة مفرغة. يبدو أن حزب الله يستفيد من الانطباع لدى الشرائح المعارضة له في لبنان أنه مع المفاوضات ويسهم ويشارك وينوب عنه رئيس البرلمان نبيه بري، ولكن في نهاية المطاف يشعر الحزب أنه بإمكانه الاستمرار بحرب الاستنزاف ضد إسرائيل، وهذا ما أعلنه أمينه العام. ولكن القراءة اللبنانية مختلفة، تقول بأن إسرائيل تطالب بحرية العمل العسكري على الجو اللبناني، وهذا غير متاح أو غير مسموح بالنسبة للبنانيين. يعني إسرائيل حتى قبل 7 أكتوبر استخدم الأجواء اللبنانية، كانت تخترق الأجواء اللبنانية كلما رأت ضرورة أمنية. لذلك أنا أعتقد أن هذه من بين التفاصيل التي يمكن التغلب عليها، لأننا رأينا حتى
قبل 7 أكتوبر الغارات الإسرائيلية المتكررة على سوريا كلها كانت بهدف تعطيل إيصال الأسلحة من إيران إلى لبنان، إلى حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية. الآن نحن نعرف أن إسرائيل لن تسمح بعودة تمركز حزب الله وترسانة حزب الله على حدودها. إسرائيل يعني تطالب، ترفع سقف مطالبها حينما تقول أنها تريد بحرية الحركة لسلاح جوها في الأجواء اللبنانية، لكنها ستكتفي بآلية واضحة تضمن أن لا يتم إعادة بناء القدرات الصاروخية والقدرات العسكرية لحزب الله في حدودها القريبة مع البلدات الإسرائيلية. نذكر ونذكر أن أحد أهداف هذه الحرب من الجانب الإسرائيلي هو إعادة 80,000 نازح إسرائيلي إلى بيوتهم، أمر غير مسبوق حصل بأن ينزح هذا العدد من الإسرائيليين بعيدا عن بيوتهم، وحتى الآن لا يبدو أي بصيص للأمل من أجل عودتهم. صحيح أننا تحدثنا اليوم مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين رجحوا أنه يعني قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض قد يكون هناك حراك من أجله طرح تسوية حقيقية تسمح بإعادة النازحين، ولكن حينما سألنا هل سيفصل حزب الله بين الجبهات وهل سيتم نزع ترسانته في الجنوب لم نتلقى الإجابات المقنعة من الجانب الإسرائيلي. أشدد بأن القراءة اللبنانية هنا مختلفة، اللبنانيون حتى في الجهة الرسمية يقولون بأن إسرائيل هي التي غير مستعدة للوصول إلى صفقة لوقف النار الآن، وهي التي تتشبث ببعض الشروط غير المقبولة، وكنت ذكرت مسألة العمل الجوي أو السباحة الأجواء اللبنانية أي في أي وقت أرادت إسرائيل. قبل أن تقل دكتور ديفيد، باختصار بنعم أو لا، إسرائيل ستصعد من الضربات في جنوب لبنان إلى غاية تسلم الإدارة الجديدة أو ربما حتى بعد ذلك بقليل؟ إسرائيل ستصعد حتى الوصول أو أن تقترب إلى الهدف، أن تلمس ليونة واضحة في الجانب اللبناني يسمح لها بالقول للسكان أن بداية عودة 80,000 نازح إلى بيوتهم قد تكون قريبة جدا، لأن دون ذلك بنيامين نتنياهو سيواجه تساؤلات. أقلت جالانت، ماذا أنجزت إن بقيت الأمور على حالها كما هي في الميدان؟ نعم دكتور ديفيد، إلى قطاع غزة والولايات المتحدة الأمريكية، ترامب هذا الرئيس الحالي ما عرف عنه في الأربع سنوات التي حكم فيها سابقا هو من نقل سفارات الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب للقدس واعترف بإسرائيلية الجولان السوري، وكان لديه ذاك الدعم الكبير لإسرائيل. الآن ما المتوقع في طريقة تعامله حول الحرب في قطاع غزة؟ ضوء أخضر لنتنياهو شخصيا ولإسرائيل بشكل عام. لم ليكن هنالك فرق بدعم إسرائيل ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، لو ربحت كاميلا هاريس كانت ستدعم إسرائيل أيضا، ولكن الفرق هو ليس بالدعم، الفرق هو بالضوء الأخضر لشخصية نتنياهو ولإعطائه مجال أكثر من أن يحصل على أكثر من ما عادة الإدارة الأمريكية تعطي إسرائيل بشكل عام. في علاقة شخصية موجودة ما بين الشخصين، في علاقة الدعم للإسرائيلي داخل الحزب الجمهوري، هنالك وعود انتخابية، ولذلك سيكون عند نتنياهو مجال أوسع وقد يتضمن ضرب إيران مجددا، وهذه المرة يضمن أو بيكون من ضمنه ضرب المفاعل النووية وضرب أو ضرب النفط الإيراني. لذلك في فترة كتير قاسية جاية على غزة وعلى لبنان. بحب أعقب بس على شيء قلتيه مع ضيفك الكريم كمان بالنسبة للبنان، إنه هذه ليست القراءة اللبنانية ولا الرسمية، ما في شيء اسمه قراءة رسمية لبنانية اليوم. القراءة الرسمية اللبنانية بتشتغل عن حزب الله. هدول كانوا من الأشخاص اللي عينهم حزب الله، إن كان رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزراء اللبناني، وهم ما زالوا في حالة ستوكهولم سيندروم، بعدهم يعني عم يشتغلوا على حزب الله. لذلك رح يكون في أيام عصيبة جدا على لبنان وعلى غزة، وقد تكون شهور وليس فقط أيام.
ولكن قلنا رسميا لأنه رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي ولأنه رئيس البرلمان نبيه بري بصرف النظر عن التوصيفات أو المواقف. هم في موقع رسمي، هذا ما يجب التعامل معه. هنا أنتقل للسيد علي، ولكن باختصار شديد من فضلك، ذكر الدكتور ديفيد مسألة هذه العلاقة الشخصية بين ترامب ونتنياهو. تتذكر معي بأنه في يوليو حينما زار نتنياهو الكونغرس الأمريكي وجه من هناك في وقت إدارة بايدن وجه تحية حارة لترامب وشكره على ما فعله لإسرائيل. اليوم ما الذي يتوقعه الإسرائيليون من ترامب في مسألة قطاع غزة؟ لأنه إلى غاية الآن لا نعرف بالفعل الخطة الإسرائيلية حول القطاع. يعني بداية، رغم أن دكتور ديفيد هو الخبير بيننا في الملف الأمريكي، لكنني أعتقد أن هناك ثمة ضغينة لدى ترامب تجاه بنيامين نتنياهو، حتى وإن اضطر لأسباب يعني انتخابية أن يحتفي به عند زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة. ترامب لم ينسى مباركة نتنياهو لبايدن. أعتقد عدم وجود صهره كوشنر على الأقل في هذه المرحلة في الطاقم القيادي لترامب يعني سيجعل من العلاقة الإسرائيلية الأمريكية بين نتنياهو وبايدن هي ذاتها في المرة السابقة، لكن ترامب سيأخذ بالحسبان الأطراف الأخرى، لن يعطي يعني كرتا مفتوحا لنتنياهو ليقوم بكل ما يريد به، رغم أن السياسة العامة ستكون مؤيدة لنتنياهو ومؤيدة لإسرائيل، لكن مع بعض الضوابط. ترامب الذي جلب اتفاقيات إبراهيم لن يستطيع جلب دول عربية أخرى ولا السعودية إذا ما كان الثمن هو تهجير سكان قطاع غزة وعودة الاستيطان إلى قطاع غزة كما يرغب اليمين في إسرائيل. شكرا جزيلا لكما من تل أبيب، كنت معنا علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، كان معنا كذلك من واشنطن دكتور ديفيد رمضان النائب السابق عن ولاية فيرجينيا أستاذ العلوم السياسي. شكرا. الآن أيضا نناقش هذه التطورات الأمريكية ولكن من الشق اللبناني. من بيروت ينضم إلينا رئيس تحرير موقع بيروت تايم الصحفي رياض طوق. السيد رياض أهلا بك على شاشة الحدث. قبل أن نتحدث عن وجهة النظر الأمريكية وما الذي سيجري في جنوب لبنان وفي الضاحية في ظل هذه الإدارة الجديدة، دعني أسألك عن آخر التطورات باعتبارك صحفي. السيد رياض، الآن كنا رصدنا من خلال شبكة مراسلين وزميلتنا ريمي الضربات على الضاحية الجنوبية على حارة حريك وبرج البراج، هل هناك أي تفاصيل جديدة وضربات ربما في مناطق أخرى متفرقة من لبنان؟ ليس هناك من جديد، ولكن يعني كان هناك لنقول نوع من الهدوء النسبي في الساعات الماضية الأخيرة أو اليومين أو الثلاثة الذين مضوا. لم يكن هناك تصعيد لوتيرة القصف في على الضاحية أو في العمق اللبناني. كان الجيش الإسرائيلي يتابع ضرب ونسف قرى بأكملها في الجنوب اللبناني. كيف تقرأ هذا التطور؟ لأننا ما زلنا في متابعة لهذه المشاهد من الضاحية الجنوبية التي تضرب وعلى باكو وعلى ما يبدو شبعة وغيرها. تصعيد إسرائيلي لافت اليوم يمكن أن يقرأ ويقرن كذلك بنتيجة الانتخابات الأمريكية؟ يعني اليوم لا يمكن فصل كل هذه الأحداث عن بعضها البعض، لا يمكن فصلها ولا بأي طريقة. يعني منذ إعلان يوم أمس إقالة يوآف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي وتعيين وزير دفاع جديد أي كاتس، وما يحصل يعني كل هذا اقترن حتى قبل إعلان نتيجة فوز دونالد ترامب، ويعني ما هو معروف عن جالنت بأنه كان الأقرب إلى الديمقراطيين وإلى بايدن وإلى إدارة بايدن، أما كاتس فهو أكثر تشددا. وفي هذا كان التحليلات تقول أو تربط انتخاب وفوز ترامب اليوم بالفريق الحربي الجديد الذي عينه بنيامين نتنياهو. وما حصل اليوم بداية التصعيد من جديد، قد يفسر من قبل البعض على أن اليوم ما فعله نتنياهو يعني يقول للعالم ويقول لللبنانيين بأنه أنا مستمر في هذه الحرب، سواء كانت نتيجة الانتخابات الأمريكية لصالحي أو لم تكن لصالحي، مع العلم بأن أي نتيجة لأي انتخابات في الولايات
الولايات المتحدة ستكون لصالحه حتما. الإدارة السابقة دعمته وأن كانت لم تدعمه لضرب إيران، ولكن دعمه في حرب لبنان كانت موجودة ولم يتم وضع قيود عليه، لا سيما في الشهرين الأخيرين منذ أن بدأت الغارات الجوية واستهداف أمين عام حزب الله حسن نصر الله حتى هذه الساعة. ولا أحد يظن بأن الإدارة الجديدة ستفرمل الأعمال العسكرية التي يطلقها الجيش الإسرائيلي والعدوان تجاه بيروت وتجاه لبنان. اليوم التصعيد بدأ من جديد، وقابله أيضا قصف اليوم من جهة ثانية قام به حزب الله، وهناك أنباء عن استهداف مطار بن غوريون. نعم، كنا بالفعل أشرنا ونقلنا هذه المعلومات عن استهداف مطار بن غوريون اليوم، ولكن بالحديث عن هذه التطورات الأمريكية من جهة واللبنانية من جهات أخرى، مع هذا التصعيد تتوقع حرب بلا نهاية إلى غاية القضاء على حزب الله، أم تتوقع صفقة في الشهرين قبل إدارة ترامب وتوليها لمهامها ربما بعد؟ حسنا، كان قد قال بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة بأنه ماض في هذه الحرب، وكل ما تحدث به عن وقف لإطلاق النار لم يكن سوى مراوغة وخديعة. منذ أن كان يتحدث في نيويورك في الأمم المتحدة وكانت الإشاعات تتحدث والمصادر تتحدث حتى المصادر الأمريكية عن قبول نتنياهو بهدنة 21 يوم، كان يستهدف أمين عام حزب الله حسن نصر الله في نفس الساعة. واليوم أيضا يتحدث وهناك المبعوث الأمريكي الذي كان منذ يومين أو ثلاثة في إسرائيل. ولكن اليوم مع تقدم يعني الأعمال الحربية في لبنان ومع الأمر الواقع العسكري والأمني الذي فرضه نتنياهو، اليوم قام بنسف القرى وبعزلها على الحافة الأمامية في جنوب لبنان، يعني تمكن من عزل حوالي 3 كيلومتر، نحن نتحدث عن حوالي 15 أو 16 قرية وبلدة لبنانية. هذا الأمر الواقع العسكري والأمني سيفاوض منه الإسرائيلي وما فوق، لن يعود إلى الوراء. في يقابل هذا الشيء اليوم ما سمعناه على لسان أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال بأنهم سيستمرون بالحرب وأنهم سينتصرون، ولكن في الوقت نفسه قال بأنه توجه تحية إلى رئيس مجلس النواب نبيل بري، وقال بأنه يقود المقاومة السياسية وهو الذي يفاوض. إذن نريد أن نعرف، هل كما قال نعيم قاسم الكلمة الفصل للميدان أم يريدون المفاوضات؟ إذا أرادوا استكمال الأعمال العسكرية ولا يريدون تسليم سلاحهم إلى الدولة اللبنانية بحسب ما ينص اتفاق الطائف والدستور، ولا نتحدث عن نزهة فقط بحسب القرارات الدولية 1751-59، هذا الموضوع إما أن يتم تسليح الدولة بحسب الدستور اللبناني واتفاق الطائف، أو سيخضع الأمر برمته إلى التوازنات الدولية التي تبدو حتى هذه اللحظة هي في صالح بنيامين نتنياهو، وهذا ما حاول الإيحاء به اليوم بعدما أن عوض قصف لبنان وضحية بيروت مجددا. شكرا جزيلا لك من بيروت، كنت معنا رئيس صحفي موقع بيروت تايم الصحفي رياض طوق، شكرا. الآن إلى التطورات في قطاع غزة. ففي غزة قالت مصادر طبية إن عددا من الجرحى في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع فقدوا حياتهم لعدم توفر أخصائيين جراحين. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ 10 أيام أغلب الطاقم الطبي ولم يتبقى سوى طبيبين وبعض الممرضين، وأشارت إلى أن الكثير من الجرحى يموتون في الشوارع لعدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفى. وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في محافظة شمال القطاع لليوم 33 على التوالي عبر قصف بري وجوي وحصار مشدد ومنع لإدخال المواد الغذائية والماء والأدوية لإجبار المواطنين على النزوح جنوباً. قالت وزارة البيئة الفلسطينية هي الجهة الرسمية المسؤولة عن قضايا البيئة في فلسطين، قالت إن الجيش الإسرائيلي أسقط على قطاع غزة أكثر من 85,000 طن من القنابل منذ 7 من أكتوبر 2023 وهو ما يتجاوز ما تم إسقاطه في الحرب العالمية الثانية. أضافت السلطة في بيان لها أن القصف المتواصل على القطاع تسبب بتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وفي تلوث التربة، وكذلك أدى الأمر إلى إعاقة الزراعة لعقود. سلطة جودة البيئة قالت إن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة يحرمها القانون الدولي كالفوسفور الأبيض، وأكد تسرب المياه الملوثة بفعل الدمار إلى الأحواض
الجوفية، ما ينذر بكارثة صحية. وأيضا الآن في إطار مناقشتنا لهذه التطورات، من رام الله ينضم إلينا السفير الدكتور عمر عوض الله، مساعد وزير خارجية الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة. دكتور أهلا بك على شاشة الحدث، ونحن نتابع معك كل هذه التطورات. لنبدأ من شمال القطاع ما يجري الآن، كيف تفسرون كل ما يجري، مسألة فصل قطاع أو فصل الشمال عن الجنوب، وما يحدث من محاولات إخراج سكان الشمال؟ هل تخشون من الضفة، ضفة ثانية في شمال القطاع أو في كل القطاع، وأقصد هنا المساحات المنفصلة والوجود العسكري والمستوطنات؟ حياتي لكم والسيدات والسادة المشاهدين. أهلا بك. طبيعة الحال نعم، إسرائيل هي نفس الدولة المجرمة التي ترتكب الجرائم في الضفة الغربية، هي ذات الدولة المجرمة التي ترتكب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. السياسة واحدة، هدفها التقليص الديموغرافي والجغرافي للمكان الفلسطيني والجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة. هذا مشروع صهيوني قديم، الآن تحاول إسرائيل أن تكسب النقاط عمليا من خلال حرب الإبادة في قطاع غزة، هذه من أجل تحويل هذا القطاع إلى مكان غير قابل للحياة. حقيقة الحصار الإسرائيلي وخلال كذلك التقارير التي تفضلت بها، أن قطاع غزة كان يجب أن يكون منذ عام 2020 غير قابل للحياة بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الآن هو غير قابل للحياة بسبب الدمار والتجويع وغيره من أدوات الحرب التي تعتمدها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة. هذا ما يحصل تماما، إبادة في داخل إبادة، في نكبة مستمرة منذ عام 48، والآن تجد إسرائيل أنها تستطيع أن تأخذ وتكسب نقاط إضافية على حساب حياة ودم أبناء الشعب الفلسطيني، تريد أن تنجز هذا المشروع الاستعماري طويل الأمد في أسرع وقت ممكن. تقصدون احتلال قطاع غزة، إعادة المستوطنات، ترون مؤشرات فعلا على هذه الخطة؟ نعم، هناك يعني نشهد عديد من الخطط القديمة، واليوم خطة الجنرالات الآن تحاول إسرائيل أن تنفذها من أجل أن تقطع قطاع غزة وتأخذ شمال قطاع غزة وتحوله إلى مناطق صناعية ومستوطنات صناعية وغيرها من الأفكار الجهنمية الإسرائيلية والصهيونية التي تريد أن تستعمر هذه الأرض. نعم، نرى أن إسرائيل كانت تريد أن تقلص الجغرافيا في قطاع غزة، تقتطع مناطق وبفر زونز ومناطق عازلة وغيره من المستوطنات، أو تقلل الديموغرافيا من خلال الإبادة. سعادة السفير، أنتم من الجهات التي تتواصل مع المنظمات الأممية، هل أوصلتم هذه الرسالة؟ سمعتم شيء ما يتعلق بوضع حد لهذه الخطط الإسرائيلية؟ يعني هناك إجماع دولي على أنه غير مقبول أن يكون هناك أي شكل من أشكال إعادة التموضع والاحتلال الكامل لقطاع غزة، لأنه هذا طبعا سوف يفاقم الأمور وسوف يعني يزيد من حالة عدم الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط. المنظمات الدولية جميعا تقول معنا، وهي تشهد على الأرض، إن كانت منظمة الصحة العالمية أو غيرها من المنظمات بما فيها البيئة، برنامج البيئة العالمي الذي وضع تقريرا كاملا حول حالة البيئة في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، أو منظمة اليون هابتت المستوطنات البشرية كذلك، جميعهم قالوا أن ما يحصل في قطاع غزة هو إبادة، وكذلك يستخدم فيها تدمير البنى التحتية والبنى الاجتماعية للشعب الفلسطيني. نعم، ونذكر أيضا بأن بعض المنظمات، وأقصد أونروا تحديدا، كنا تحدثنا معك سعادة السفير فيما يتعلق بالأونروا، المفوض العام للأونروا في هذا الخبر العاجل يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الدفاع عن الوكالة بعد الحظر الإسرائيلي. ذكرت منذ أيام وكنت معنا مسألة الدفاع عن الأونروا وضرورة توجيه رسالة للمجتمع الدولي عبر المنظمات التي تتواصلون معها، هل وصلتكم أي تطمينات فيما يتعلق بعمل الأونروا؟ يعني في واقع الأمر التطمينات، لا يوجد تطمينات، الجميع يقول أن هذا احتلال لا يحترم أي قواعد قانون دولي، وهذه دولة مارقة خارجة عن القانون،
نعتقد أنه الآن هو وقت العقوبات على هذه المنظومة، وقت معاقبتها ومساءلتها ومحاسبتها. يعني لا يوجد خطة باء في التعامل مع الموضوع. الأونروا، الأونروا هي مشكلة يجب أن تحلها إسرائيل. أمامها حل من حلين: إما أن تعطي الشعب الفلسطيني حقوقه وبذلك وحق العودة خاصة للاجئين، وبذلك تنتهي قضية الأونروا وقضية اللاجئين، أو أن تكون هناك دولة فلسطينية، أو أنه طبعا الحل الأخير هو أن يتجمع المجتمع الدولي ويأخذ خطوة باتجاه إسرائيل في مجلس الأمن أو في غيرها من المؤسسات الدولية ليفرض بقاء هذه المنظمة حتى حل قضية اللاجئين حلا عادلا متفق شكرا عليه. شكرا من رام الله. كنت معنا السفيرة الدكتور عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة. السلام عليكم.